عبد الله قال عبد الله بن مسعود ومر الهمداني لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. هذا خطأ في صحيح مسلم، من الأخطاء الواردة في صحيح مسلم في هذا الباب قوله إن سدرة المنتهى في هذه الرواية في السماء السادسة، والصواب كما تقدم في حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن سدرة المنتهى بعد السماء السابعة، بعد السماء السابعة، فاللفظة هنا من الأوهام. قال إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، في أشياء تعرج من الأرض تصعد إلى السماء، الملائكة مثلا، الأرواح الملائكة، صعود الكلم، أمور كثيرة تصعد إلى السماء. وإليها ينتهي ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها. أنا أمر الله إلى سدرة المنتهى، والأشياء التي تعرج من الأرض إلى سدرة المنتهى، ملائكة تعرج وتستمع عند سدرة المنتهى أوامر الله عز وجل وتنزل بها إلى الخلائق. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغشى السدرة ما يغشى، يغطي السدرة ما يغطي، غشيها غطاها، والليل إذا يغشى غطى بظلامه، إذ يغشى السدرة ما يغشى، يغطي السدرة ويغشاها ما يغشاها. قال فراش من ذهب، يعني نزل عليها فراش من ذهب. وفي رواية أخرى فغشيها من أمر الله ما غشيها، أي أصابها من أمر الله ما أصابها، فأصبحت لا توصف من شدة الحزن. فقوله إذ يغشى السدرة ما يغشى، إذ يحل بالسدرة ما يحل مما من أوامر الله ومن أمر الله، قيل فراش من ذهب قيل غير ذلك، فأصبحت لا توصف من شدة الحزن، مع أن أصل شجرة السدر ليست بتلك البهيجة، لكن لما غشيها من أمر الله ما غشيها أصبحت لا توصف من شدة الحزن. قال